أمي بس اليوم دبروا حالكم بهالتياب هدول، وبكرة منجيب تيابكن من البيت. ماشي. سمعت اللي ما بتتسمى أمينة؟ سمعتنا حكي وش البومة؟ أنا بحاسبها. لا تزعلي أمي، القصة عندي لا تاكلي هم. ولا عمي كيف قال لأختك الحمد لله على السلامة من طرف لسانه كمان، وأنا حتى اطلع بوشها المسكينة. ما بظن إنه عمي بيقصد هالشي أمي. روحي تحكي على غيري بهالحكي. كان قالب وشه واللين بعيونه كأنه فايت على بيته بنت ما بتسوى. شو هالحكي عيب؟ تمام رح اسكت تكرمي، بس يعني هو ما عنده عيوب أبدا. بكرة بتدور الأيام وبيتشرشح وراح أعمل معه نفس اللي عمله، وهذا وعد بتشوفه. أنا دمرت وما أجد السبب، ودمرت حياتكم أنتو كمان. شو هالحكي اللي عم تقولي يا عمري؟ لا تردي على كلام أمك، أنتي هون بين أهلك وناسك حبيبتي، والكل هون بيحبوكي وبدون ياكي ترجعي أحسن من أول. إيه دوبري. ماشي يا عمري أنتي. أنا نازلة أقول لأمينة تعمل لك شوربة سخنة لأنه بتفيدك. ما ضل شي بمعدتها بعد غسيل المعدة اللي عملته. يا عمري سلامتك. أمي أنا نازلة أشوفهم شوي تحت، خليكي قاعدة جنبها ولا تتركيها. ما بتركها، من اليوم ما رح أترك بنتي شو ما صار. طيب أنا ما بطول نص ساعة وبرجع. روحي يا بنتي الله يرضى عليك يا رب. تعي يا روحي تعي. بعد اللي عملته زينة نزلت من عيني كتير. لا تحكي هيك حرام. برأيي إنه هي أكيد تعلمت كتير من اللي صار معها بهالفترة، وراح تكون حريصة أكتر على حالها وتصرفاتها بعد اليوم. ما بتوقع أبدا. لو تعلمت من خطأها كانت فكرت باللي ببطنها بالأول، وكانت فكرت بطريقة تكمل فيها حياتها خارجة. نزعت سمعتها وسمعت عيلتها. نحن رح نتأثر باللي عملته. محسوبة علينا أخت مرتك. الناس شو بدها تحكي علينا؟ ما حدا بحق له يحكي بابا. مين قال لك هالحكي؟ الناس رح تحكي وما فيك تمنعهم. لأمتى ناويين يضلوا هون؟ ما بعرف، يمكن أسبوع مو أكتر، لبين ما تتحسن صحة زينة شوي. خجلانة من أهل الحارة لأنهم عم يحكوا عليها كلام طالع نازل، يعني شوية وقت لبين ما ينسوا القصة على الأقل. المفروض إنها كانت تفكر بهالموضوع قبل ما تعمل عملتها. مش الحال وصار اللي صار بابا. اسمع، أنا ماني موافق إنه زينة وأما يضلوا عنا بالبيت هون. نحن مو ناقصنا ينحك علينا، ناس بس يعرفوا بيحكوا علينا بطعمة وبلا طعمة، وبيقولوا إنه أحمد تنجح حاطط بيت وبنت معيوبة يعيب الشؤون. البنت ما في إلى حدا غيرنا حرام هيك. أنا قلت لك اللي عندي، تحل مشاكلها ببيتها. إذا هي ما فكرت بعيلتها نحن قلنا سمعتنا. سوزان بالبيت ولساتها مراقة، وإذا بتضل بوش واحدة مثل زينة يمكن تلعب بعقلها وجرها للغلط. وقتها شو بنقدر نعمل؟ قول. لا تقلق من هالناحية بابا، سوزان واعية وما بنخاف عليها. وبعدين أنا ما بلاقي إنه من الصح إني أترك بنت حماي لحالها بهيك ظرف، مو هيك حضرتك ربيتنا. أنا قلت اللي لازم ينعمل، رغم هالشي إذا مصرت خليها هون مثل ما بدك، بس أنا ماني راضيان بهالشي بنهوب. يلا تصبح على خير. قلت لأمينة جهز لكم الفطور، فيك تنزل تفطر هلأ. وانتي ما بدك تاكلي؟ رح أفطر أنا وأمي بالغرفة عند أختي. لساتة تعبان وما فيها تنزل مو؟ مو مشان هيك، بلا ما ينزعج أبوك من وجودها، ولحتى بنت عمك ما تقعد بحضرة وحدة مثل أختي. تعرف أنت يعني أختي أخلاقها ما بتسوى بنوب. سمعتي حديثنا مبارح صح؟ أبوك كان مبارح صوته مسموع بكل الطابق اللي تحت، وسمعته شو كان عم يقول. أنا اعتبرته بمقام أب، وسعيد اعتبرته أخي الصغير وأكتر. كنت غطي على كل مشاكلهم واعتبرت حالي بين عيلتي، بالآخر بتكافئوني بهالطريقة. مو هيك حبيبتي، بجوز أنت ما سمعتي غير نص حديثه لهيك. يعني البابا ما بيقصد هالشي، كل القصة أنه الآن عزينا وخايف عليها مشان. أنت بتعرف شو حكى؟ لا تكذب علي، بترجاك سامي. قال إنه أختي بنت بلا أخلاق. أنا سمعته دخلك صاحبته لسعيد لما إجت وصارت تحكي كلام طالع نازل. ليش ما حكى شي؟ اللي عمله سعيد شو بيفرق؟
رد سامي ولا لأنه هاد ابنه؟ مدام أبوك خايف على عائلته، أنا كمان رح يكون أول وآخر هم هني عائلتي. بنتي حاج تاكلي هيك من الصحون؟ اصبري هلأ منحط الصفرة وبتاكلي منيح. تقولي عم طعمي جيش معيلة؟ لسه فوق زحمتنا اجونا اهلها لشهيناز لانه كان ناقصنا. صباح الخير. ما نمت، كنت عم فكر باللي صار طول الليل. يي وليش انت لا تفكر فيها ابني؟ لا تعب حالك بقصصهم، مين رح يقبل يتجوزها بعد فضيحتها؟ بعد ولا كوري. خلصوني اطلعوا وخلوني امرق، عندي شغل كتير. يلا ما رح نبعد، نحن رح نضل واقفين هون لإلك طريق غيره. ايه بعده منوشي. يلا حضرتك على شو عم تضحكي؟ الله يساعدني عليكم وعلى جنانكم. رح استناكي الساعة 8 عند الشط، اذا بتحبيني بتجي. خلينا نرتاح بقى. سوزان جيبي معك الصينية يا بنتي. سوزان ليك الصينية. يلا تفضلوا. هاتي عنك. يسلم. ايه شو هالفطور هذا غير شكل؟ ليكي اختك عملت لك من البرك يلي بتحبيهم. ذوقي يا عمري. زينة قلت لأمينة تعمل لك هالبرك خصوصي إليك. كلي يلا. يسلموا شاهي، مو قدراني أكل، مالي نفس، ما بدي أمي. ما بيصير، لازم تاكلي مشان تتعافي. يلا حبيبتي. يا ربي والله الحبسة هون لحالها بتصد النفس. هلأ بيفطروا وبيروحوا على شغلهم ونحنا مننزل على الصالون ومنشرب قهوة. زينة شو رأيك حطلك شي تحضري فيلم؟ اتركوني، حاسة إنه بدي أرجع نام. لك بنتي شو بدك تقضي كل الوقت نوم؟ ليك مخدتك راسك علم عليها من كتر النوم. يلا قومي معنا. يلا خلاص، طول ماني فايقة الأفكار عم تعكر راسي أكل. خلص تركوني بدي نام. وعمك هاد السيد أحمد ما بده يطلع يسلم علينا؟ إيه يعني معقول نحن ضيوفه وما يسأل؟ عمي مو حابب يزعجكن ويحسسكن أنكن ضيوف عنا. أكيد رح نجتمع كلنا على العشاء اليوم. رح نروح على البيت بعد شوي بنتي مشان جيب تياب. بكرة بيقولوا إيشو هالناس هي ما عندهم غير هالتياب يلي لابسينها حتى يطلعوا فيهم كل يوم. زينة كرمالي قومي كلي لك لقمتي. إيه يا عمري. ما بدي. ليش هاي ناس ما نزلت فطرت معنا اليوم؟ زينة كانت موجوعة شوي وما قدرت تنزل على الفطور. هي وأمها ما حبوا يتركوها تفطر فوق لحالها. ايه هن بالنهاية بيكونوا أمها وأختها. قد ما غلطت وعملت بتضل هي غالي عليهم ابني. ليش نحن مو صاير معنا نفس الشي مع سعيد؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.